الذاكرة نحن ممكن تقوى بعدة أدوات. أول شغلة مهمة كتير عنا نحن أنه نحن ممكن نستخدم اللون الأصفر بالأشياء المهمة اللي نحن لازم نتذكرها. يعني ممكن مثلا نستخدم الهايلايتر الأصفر مثلا بقوي هذا اللون الأصفر بقوي شغلات بالذاكرة وبالتالي بيصير التذكر تبعها قوي. الشغلة الثانية اللي ممكن نحن تفيدنا نعمل ربط. يعني على سبيل المثال ممكن احنا مثلا يكون في عنا مثلا 3 أو 4 انواع من العطور، كل نوع من العطر نستخدمه او نحن نحطه ناحية منها نحن عم ندرس مادة معينة، مثلا عم ندرس رياضيات بنخصص هذا العطر هاي الريحة، عم ندرس مثلا مادة تانية او اي شيء كان مواد بالمدرسة او بالجامعة نحن نحط، وبالتالي نحن وقت عم نحط هاي العطور وقت نروح الامتحانات نحن لمادة مثلا رياضيات بنجيب نفس الريحة اللي كنا أثناء هذا وقت عم ندرس هاي المادة. هيك بتقوى كمان الذاكرة عنا وبيصير في عنا شيء مثل اسمه الربط عنا، بتذاكرة دغري بتسترجع المعلومات اللي كنا نحن عم ندرسها وبالتالي بتقوي الذاكرة تبعنا ومنقدم الامتحان إن شاء الله بأفضل طريقة. طبعا موضوع الربط ممكن يكون بس على العطور، ممكن احنا نستخدم مثلا قلم معين، ممكن نستخدم شريطة معينة، ممكن نستخدم لبس معين ونحاول انه مثلا هاي مثلا في لحشة معينة بدنا نلبسها ومثلا في طاقية معينة، نحاول انه نخصص لكل مادة مثلا هذا النوع بحيث يعمل مثل ربط للذاكرة تبعنا وبالتالي بنسترجع فورا المعلومات اللي احنا بدنا اياها. كمان شغلة تانية ممكن احنا وقت عم نكون عم ندرس هاي المادة ممكن نخصص اماكن بالدراسة أو زوايا معينة بقلب الغرفة لكل مادة، وقت بنكون بالامتحان نتذكر مادة معلومة معينة ما عم نقدر نتذكرها ممكن احنا مثلا نغمض عيوننا ونرجع نتخيل حالنا احنا موجودين بنفس الزاوية اللي كنا احنا عم ندرس فيها، فورا العقل والذاكرة تبعنا بتساعدنا ان احنا نجيب لنا هي المعلومات اللي بدنا نكتبها بالامتحان. هي طبعا بعض النصائح اللي ممكن احنا تفيدنا بالامتحانات.